استعدادنا لا يتعدى 40,000 نسمة في هذه الواحة. الواحة ازدهرت جدا في العصر الفرعوني وازدهرت جدا في العصر الروماني كمان. الحياة فيها كانت على أبار عملوها الفراعنة، الأبار الكبريتية الموجودة في سيوة واتعملت من أيام الفراعنة واستخدموها الرومان من بعدهم. احنا ورثنا او ابائنا تورثوا ان المكان ما تعرفش الامازيغي من البدوي، لكن كلنا بنقوله احنا سويين. فالمجتمع السيوي الموجود هنا في سيوة من بدو امازيغ ممتزج، الحضارتين منصهرين في بعض ونتج منه مجتمع مختلف. اللغة السيوية احنا بنكتسبها في البيت من الاب والام، فإحنا بنطلع وأول ما نتعلم الكلام بنتعلم اللغة الأمازيغية، ولما بنخش المدارس بنتعلم اللغة العربية. التحديات اللي بتقع على أهالي سيوة، عندنا مشكلة الصرف الزراعي، وعندنا تحدي التعليم. طبعا احنا عندنا عجز صارخ في المدرسين في سيوة، نفس العجز بيبقى في المستشفيات.